ابدأ. عرف نفسك للجمهور. كم مرة بدي أعرف بنفسي؟ لا لازم تجاوب يعني. ماشي. برأيك عبد الفتاح مزين. مواليد 1945. أكيد فنان. نعم. فنان بالمسرح القومي. كل حاجة لازم تكون واضحة وصريحة. إيه طبعا. عضو بالمسرح القومي. عضو في المسرح القومي. حاجة كمان يعني. بس عن حياتك الشخصية. متزوج وعندي 3 أطفال. بنت صبيين. نظرتك كفنان للمرأة أكيد يعني لك نظرة خاصة بالمرأة. في شيء؟ صوت ما بصير في شيء. لا تسألني. عم تحرك. أنا خارج الكادر ما. عفوا عم تحرك حسيت في شيء يعني. لا أنا عم إلا مشان. أنا آسف. عفوا. سؤال أول وجديد مع هيك ابتسامة منك أستاذ مشان. حاضر. ما يبين مزعوجة يعني. حاضر. لا لا ولو. في حاجة زعلك يعني؟ لا لا أبدا أبدا أبدا. يلا. عرف نفسك للجمهور. عبد الفتاح مزين. مواليد 1945. عضو بالمسرح القومي غيره. نعم. لا كمان. متزوج وعندي 3 أطفال. أكيد متجوز أكيد يعني مش بسألك إن كنت متجوز ولا لا. بس برجع بسألني ما بتقولي كمان. لا لو سمحتي أسئلتي يعني أنا اللي. حاضر. مش حضرتك. عفوا بالله لحظة شوي إلي ملاحظة عليكي. إذا بتني. الأستاذ لازم يعني يطلع بمظهر كثير معقول. أمال أنا بعمل معه إيه؟ لا مو أسئلتك هو كمان بده يكون مرتاح بالجواب. إيه طبعا ما يهمنيش إنه هو يكون مرتاح. كيف؟ أنا أكون مرتاحة يعني. كيف؟ لحظة شوي أستاذ معلش عفوا ما فهمت كيف يعني عفوا. لا أنا ما يهمنيش حضرتك تكون مرتاح يعني. ما بيهمني؟ لا طبعا لا. يهمني شكلي يعني قدام أنت يعني سوري يعني مش ضروري. عارف ازاي؟ شو الحكي؟ طبعا برنامج ده بتاعي. اهلين لك في ماشي. لحظة شوي. لو سمحت. لو سمحت تفهم الموضوع بس. تفهم الموضوع. لا لحظة شوي. تفهم الموضوع. ماشي عفوا بكون في ادبيات بالعملية شو عم تحكي انت؟ قصدك ايه يعني؟ في ادبيات بالعملية ما بصير شو بهمك بالعملية؟ لا لا عفوا كمان انا كمان. ده هي اصلا ما اسمي كمان يا اخي شو الحكي؟ بس هي ما عرفت تعبر انه بدها اسئلتها تظهر. يعني سؤالي بس اهم من جوابك بصراحه. لا لا تفضل صريح استاذ شريف. ما عم تحكي هلا سؤالي اهم من جوابي. بس ما عم نسوي معك مقابله استاذ انت استاذ نعمل لقاء احنا مشان ناخذ منك كم سؤال. انت ما فعل هذا الكلام اللي عم تحكيه. لا لا ماني موافق هلا بترجع لو سمحت تفضل عشان خلصت اسئله. بس استاذ عود شكرا انت جاوب على السؤال اللي بترتاح له. ماشي ارجوك استاذ زي ما السؤال اللي بترتاح له جاوب لا مش براحتك يعني لازم تجاوب يعني مش براحتك. معلش شو عم تحكي ممكن تسكت لك شوية؟ والله ما خليك أنا واصي ما عندهن الله خليك معي. بس عد لك شوي دقيقة. أنا بدي أخلي الله يوفقك. بس الله يوفقك. كذا مرة صارت هلا هذيك الساعة قصة وبعد شوي قصة. طارق مشوار من مصر لهون مشان تعمل هاللقاء. فمعلش إذا بتريد سهلك شوي. تفضل. خففي لي أنت من حدة الأسئلة شوي. يعني أنا يعني أسأل براحتي. وأنا بجاوب براحتي كمان. عارف بنفسك للجمهور. عبد الفتاح مزين مواليد 1945 عضو بالمسرح القومي متزوج وعندي 3 أطفال بنت صبيين غيره. لا أعرف بنفسك يعني من ناحية فنك بس لو سمحت. صوب بس لحظة أستاذ يا ريت بدل الكلمة الأخرانية. متزوج؟ لا لكان وغيره. معك أنا آسف باين فيها مظبوط معك أنا آسف 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 مزيل. نحن غالبك يا مش معقول كده تسوق معك وبقى ممل. عارف نفسك للجمهور لو سمحت. عم الفتاح مزين مواليد 1945 عضو في المسرح القومي. جوابي بضحكك ما ممكن ما عدته ممكن ما عدته لأنه متزوج وعندي 3 أطفال بنت صبية. نعم أستاذ زياد يا ريت بس نبدل الشريط معلش. يلا ابدأ. أعرف نفسك للجمهور لو سمحت. لا ما فيش حساب الموضوع عفوا.
قبل فتاح مزين، مواليد 1945، عضو في المسرح القومي، متزوج وعندي 3 اولاد. نسيت كلمة بنت وصبية. نظرتك كفنان للمرأة، ولو سمحت توضح يعني أنا وبالتفصيل، يعني تفصيل الممل. يعني أنا عندي إحساس. إحساس ولا شعور؟ لا تفرق. الشعور يعني الواحد بيستعمله لحاجات، والإحساس بيستعملها لحاجات. والله معلش عفوا، بدي أحكي معك كلمة. ما لا تفضل. عشان السؤال تحكي يعني؟ إذا بدك تحكي وتجاوبي أنت ما في حاجة تسأليني. لا أنا بسألك أنت، مش بجاوب. أنا عفوا من الفنانين اللي بدي أخذهم بسرعة، ديري بالك. لا دي مشكلتك بصراحة، يعني أنا عندي أسئلة لازم حضرتك تمليها. معلش بس خليني أحكي، إذا ما بدك تخليني أحكي بترك وبمشي يعني. لا مش براحتك يعني، ما عندي شيء. عندك أسئلة عايز تمليها أستاذ؟ معلش بدي أجاوبها على السؤال. طب مو معقول إذا ما عم بحكي كلمة هسا عم تجاوبني، بدي أحكي كذا عم تجاوبني يعني؟ لا أنا بوضحك. طب معقول هذا كلام يعني؟ خلصت السؤال كذا مرة، خلص السؤال لسه بدي أقول عندي كذا، عندي بدري شو. لا أنا بخليه يستوعب والله مش أكتر. يعني أنا ما بعرف، أنا بحدد السؤال. تسمح لي تسمح لي أستاذ، يعني ما بعرف، أنا كل هاللقاء ما بعرف، حاسه أنه مو طبيعي من بدايته معك يعني، ما بعرف شلون مو طبيعي. لو سمحت ما تكلمش على اللقاء بتاعنا، اديله السؤال وانتظريه حتى يجاوب، ما تقطعهوش. فهمان؟ مش بقطعه. ما تقطعنيش يعني، هي بقصد يعني ما تقطعني بالكلام يعني، خليني أعرف أحكي بس على الأقل يعني. نبدأ؟ جاهز؟ من الأول؟ جاهز. لا شو من الأول؟ لا معلش الأسئلة كلها كانت بتلخبطها يعني. ما في مونتاج قلت أستاذ. هلأ فورا أنت يعني جاوب دغري بسرعة. طيب. يلا ابدأ. عارف نفسك للجمهور لو سمحت. هي المرة المليون. معلش بدون بس الضحكة يعني طبيعي لأنه صار السؤال بيضحك بعد ذاته. اللقاء بالنسبة للناس ما بيعرف طيب. أنه سأل 20 مرة. حاضر. عبر من المخرج مثلا. حاضر. لا طيب. عفوا محشوم. ابدأ. عرف نفسك للجمهور لو سمحت. عبد الفتاح مزين، مواليد 1945. أكيد 45. آه طبعا. آه عشان زيادة حرام يعني. آه كيف حرام؟ انت عارف انك بتحرق من الاول وجديد كمان. معلش لو سمحت، معلش استحملنا شوي. يلا بس رجاء خلونا بدون طاقه بدون تعب يعني فورا. ما فيش تعب يعني، بالعكس انا مرتاحه نفسيا يعني، انا مهم اني اكون مرتاحه نفسيا بس. انت مرتاحه وانا كمان المفروض اني اكون انا مرتاح. دي مشكلته، ما يهمنيش. لا لو سمحت بس نكمل الاسئله الثانيه. 3 2 ابدا. أعرف نفسك للجمهور لو سمحت. لا إله إلا الله. إيه؟ عم واحد الله. عبد الفتاح مزين. ماله؟ مواليد 1945. عضو بالمسرح القومي. متزوج وعندي 3 أولاد. بنت. وصبية. مين بتعرفي؟ رأيك في المرأة؟ مالك حاجة؟ لا ما أنا. خلاص هذاك السؤال؟ خلاص؟ انتهى؟ يعني بتقطعنا حضرتك؟ لا ما يصحش يعني. خلي الأستاذ. لا لو سمحت. لا هو مرتاح. جد في شغلة بس بدي أقولها إذا بتريدي، معلش يعني. لا حضرتك مرتاح، أنا عارفة. لا خلاص حضرتك. مالي مرتاح. أنا عارفة إنك مالي مرتاح. لا مرتاح. هو مالي مرتاح، مالي مرتاح، لحظة شوي. لا على كذا مرة قلنا إنه على الأقل لو سمحت تسكت، أنا بكلمه هو، لو سمحت. ازاي مالكش دعوه انت تقطعني ليه؟ ما بصير تقول له له ما دخلك ومالك دعوه وانا ما اسكت. ما بصير لك دعوه اقطعك. كذا مره قال لك الاستاذ انه خليه يجاوب، ما بخليني اعرف جاوب. شغلي انا، ما بخليني اعرف جاوب. مين اللي شغل هون؟ مالكش شغل، ده شغل انت بس. لا معلش عفوا، معلش جدا، انت بتضلي ضيفه يعني. لا ستعال لك شوي شوي لو سمحت. ما سمحتك معلش. لا هو مخرج العمل، ما بصير الاستاذ مخرج. مالكش دعوه يعني على عيني، بس ما بصير هو استاذنا يعني كمان، ما بصير يعني تحاكي بالطريقه هي. انت بتضلي ضيفه لك لو سمحت. استاذ مالكش ما بدي اللقاء كله استاذ، خلي لا يعني ما بدي اللقاء كله بقى. لسه كل ساعه قال لي لا لك لا لا شو لا الله يوفقك استاذ. معلش يعني دي اول مره تحصل، انا كنت يعني
عندي شوي عصبيه بس معلش سامحني. انا اسفك. بس لانه مو متكررت كثير معلش ما تواصلني يعني. لا يعني بس انا اسفه بصراحه يعني انا غلطت انا اسفه. اسفه. يعني استاذ ابو طيب. هي بتحب شغلها كثير بتحبها يعني. وانا بحترمه يعني بس اعتذرت منه كويس. يخليك الف شكر لك. معلش. مشان هيك يعني. بسيطه ما في اعتذار بسيطه اعتبري شيء مكان يعني جد. لا. قبلت اعتذاري اكيد طبعا طبعا الله يخليك لا انا من نواحي يعني بتضايق لو حد ما قلتش اعتذار بس لا عم نصور انه ما في مجال قلت لك انه مشيت اسفه هلا بلشي ايوه هلا كثير عم نصور على نبدا بقى نبدا يلا بلشي خلص نبدا مشان نخلص يعني لا نبدا نبدا مشان نخلص يعني نعم اعرف نفسك الجمهور لو سمح